خرج كل الخطاطين في إسطنبول يحملون أقلامهم وأوراقهم، وضعوها في نعوش وحملوها فوق أكتافهم، يمشون فيها في شوارع إسطنبول وأزقتها، ينعون خطهم الذي عاشوا لأجله. فبعد قيام الجمهورية واستبدال الحروف العربية بأخرى لاتينية، ضيع الخط العربي وقل الاهتمام به وأصبح عرضة للنسيان مع الأسف. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمل الإمام العادل في رعيته يوما أفضل من عبادة العابد في أهله 100 سنة. الله سبحانه وتعالى العادل في الحكم بين العباد، فيحكم بينهم في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة ولا أقل من ذلك ولا أكثر. يقول الشاعر: هل الشباب الذي قد فات مرتود، أم هل دواء يرد الشيب موجود؟ لن يرجع الشيب شبانا ولن يجدوا عدل الشباب لهم ما أورق العود.